تقوم العائلة بحزم أمتعتها والمضي للبحيرة للاستجمام. كورا الزوجة ومايسن الزوج وطفلهما ليني يستمتعون بهذه الرحلة وتمضية الوقت على ضفة البحيرة. بعدها تقوم كورا للسباحة في البحيرة وتبتعد كثيرا عن الضفة حتى لا يكاد يراها مايسن. وبعد شعوره بالقلق والنظر بعيدا تظهر كورا وتعود للشاطئ وتبرر أنها كانت تبتعد عن الضوضاء. تجتمع العائلة وتقوم كورا بأخذ سكين وتقطيع تفاحة لابنها، وهي على هذا النحو تنظر إلى مجموعة من الشبان والشابات وهم يستمتعون بالموسيقى. تقوم كورا بيدها السكين وتقترب من خلف أحد الشبان وتقوم بطعنه ثم طعنه وطعنه كمان طعنه. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا بدأ مسلسل The Sinner المستوحى من كتاب بنفس الاسم من تأليف بيترا هامسفير وعمل شبكة USA وإخراج ديريك سيمونز وبطولة جيسيكا بيل التي لعبت أدوار في Seventh Heaven وبليد تكساس تشينسو، عمل صوتي في Family Guy. وكما بدأت القصة بطريقة غريبة لجريمة قتل أمام عيون الناس وأمام العائلة وبأحداث كانت تبدو طبيعية لترفع نسق المسلسل ويجعلك تصاب بالذهول، افتتاحية ممتازة لمسلسل يجعلك تشعر بالرهبة والاستغراب والدهشة. ثم يبدأ التحقيق في هذه الجريمة الغريبة مع كورا لتقول أنها مذنبة وأنها لا تعرف الضحية أو سبب إقدامها على هذه الجريمة. وهنا تبدأ القصة مع شخصية جديدة وهو المحقق هاري الذي يؤمن بأن هناك قصة مخفية خلف هذه القضية، ويبدأ بالنبذ في ماضي كورا والمعلومات التي يحصل عليها ليرى جرائم وجرائم عديدة. الرائع في المسلسل هو نمط الهدوء الذي يسبق العاصفة، تقديمه للعديد من الشخصيات التي لها ارتباط مع كورا أو الضحية، مثل الزوج الذي يبدأ بالتحري هو الآخر ليكتشف أمور عجيبة وعجيبة عن زوجته. مجرى التحقيق سهل وغير معقد، والحصول على المعلومة سهلة جدا، ولا يتكبد المحقق أي عناء في الاستنباط أو الحصول عليها، فكل ما تعطيه كورا اسم يكون قطعة من القضية. وأيضا بالترتيب مع تصاعد القصة، حيث أن الجريمة حسب حدس المحقق لا يمكن لأحد أن يتجرأ على القيام بها على مرأة ومسمع الناس، حتى أيضا عندما اكتشف أن جزء من ذاكرة كورا مقدارها شهرين مختفية، طلب من الطبيبة النفسية عمل تنويم مغناطيسي لها وإخراج جميع الذكريات العالقة. لندخل بعدها في قصة جديدة وجريمة جديدة، لا يوجد تعقيد في الوصول للمعلومة وأيضا لا تشويق في ذلك، لكن يبقى المسلسل بطريقة العرض والقصة جميل جدا، ويحمل في كل حلقة شخصيات جديدة وكثيرة. أيضا المسلسل لا يترك لك فرصة للتنبؤ أو التوقع بسبب أنه لا يوجد لا دلائل ولا تلميحات. يحمل المسلسل في طياته الكثير والكثير من المفاجآت، فهو لا يقتصر على كونه مسلسل جريمة، بل هنا غموض وتشويق. وأيضا يعرض المسلسل ذكريات كورا بطريقة جميلة وسلسة حتى أنك تعتقد أنها قصة بحد ذاتها لما تحمله من قضية. المسلسل يظهر قصة فريدة من نوعها ذات بعد مختلف وفكرة جدا عميقة، ويناقش قضايا كثيرة من مشاكل عائلية في التربية أو كبت للأطفال، وأيضا قضايا المخدرات والرفقة السيئة بسبب التربية المعتمدة على القمع والتخويف، ولو أن هناك مبالغة فيها بعض الشيء، ولكن يبقى الطفل كالطين كما يشكل يكون. نصل إلى تقييم المسلسل، حيث أن المسلسل تقييمه لدى الـ IMDb هو 8، أما أنا تقييمي للمسلسل هو 9. الناس اللي تحب الغموض والأحداث الغير متوقعة، أنا متأكد هذا المسلسل سيحوز على رضاكم. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى تدعمني بالاشتراك واللايك والكومنت، وأشوفكم في مقطع جديد في أمان الله.